التساؤلات في بالي يوم عن يوم تزيد. ليش؟ الأخطاء تتكرر. شو اللي يخلي الأشخاص للحقيقة تنكر؟ ونزلوا من رواتبهم دعما لنا. لا ما قصروا ولا لا. تأكيد ماشين. هل إحنا قادرين أن نكون الأفضل؟ إيه قادرين. أخطأت في النهاية بس حق الطرد يعني. إذا اعترفنا بالخطأ فمننا بنتعلم. الغريب في الموضوع أن قبلنا نروح كأس الخليج مو بنرتكبه من جديد، وقتها بنكون الأفضل. بعد الوقفة لبداية دعم فريقه كذا صفقة. نعم بإذن الله الحمد لله في اجتهاد مجلس إدارة بعمل الجهاز الفني وإن شاء الله يا رب التغيير وحلو ومهم محتاجين احنا في وضعنا. والله بديع ما أعرف يعني الفترة الماضية كان يعني تعرف هو بعد في المؤخرة ولكن اليوم عزز فريق يعني أغلبك مشكل إذا هو في المؤخرة وأنت تبي تنافس إن شاء الله ما بيغلبنا وإحنا قادرين. ليش ما بيغلبك يعني؟ قادرين على الكبار ما نقدر على الصغار. لا من متى أنا بدي صار صغير ويقول الله ما احترامي وجهة نظره احترم رأيه. طبعا طبعا كلامه عادل لأن أنت اليوم إذا ما تخطط تخطيط عادل أنت أقول يعني النادي قديم يعني من أعتقد تأسس من 65 سنة لكنه ما تطلع على كبير فانه ما حقق انجازات وثاني صح كلامه صح يعني البديع ما تعامل ما يعني ما تعب على روحه على اساس انه يوصل الى القمه يعني مو يعني عادي معلش في شيء اسمه ميدان الميدان يا حميدان باذن الله لا ما يخرعني ليش ما يخرعني؟ لا ما يخرعني سترة فيها نخبه لاعبين من متى انا البديع صار صغير ويقول ما احترامي وجهة نظره احترم رأيه علي في الملعب 100% 100% قلت لك الميدان يا حميدان عينك يا عبد الأمير مين فيهم اللي بيصدق ومين اللي المباراة بياخذ التحدي من البداية موجود ب 14 نقطة سترة في المركز السادس ب 13 نقطة هجمة ستراوية خطرة تبعد إلى تهيأ في الجول خطرة شالها عباس المنافسة حلوة بين الفريقين صدق إنه مو خطرين لكن خطأ بيخلي فريق يتقدم في لعب على أرضية ملعب المباراة هجمة ستراوية خطرة داخل منطقة الجزاء تلحط في الجول هذه تسديدة اصطدت ركلة جزاء حكم مباراة مصفر ركلة جزاء لمصلحة نادي سترة ركلة جزاء لمصلحة نادي سترة بلمسة يد ليش البداية على البلنتي محتاجين ترى 100% صحيح مو غريب نعم بس عشان شو الفايدة بعدها مخطأ ثانية فاولات لنا تنحسب علينا فولط انا اول مره اشوف تسلل لنا الا نلعب في ملعبهم وانا كي جيت شفت الحكم اعطوه الشاره الدوليه صح فرحت قلت اليوم شوف مباراه كويسه ارجع شوف كم فاول وشوف الاشياء اللي صارت انا 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 الوضع ما يتحملش انه الحكم يخطئ خطا كيما ذاك يكلفني هدف لانه كان فاول على ماله الجول الاولي بلانتي حرام صحيح بلانتي صحيح فاول اول شيء فاول ليه جيتو يعني اي فاول واضح ليه
عشان يراضين صفر فاول عطوها من دار مو فاول. البداية هذه أعرفها زين وشكلها ما تبشر بخير، وكلامي بعدين بتفهمونه. يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء يلعبها عثمان، جول جول، أول أهداف في المباراة في الدقيقة 43 من ركلة الجزاء. عثمان يحيى الحاج بيسجل أول أهداف سترة، أول أهداف سترة، وبالتالي سترة يتقدم بهدف عن طريق الهداف عثمان يحيى الحاج. البداية عودنا أن كل مباراة إذا سجلوا عليه يعني انتهت، لكن اليوم شكل الكلام ثاني. يعني حظوظ سترة في مسابقة كأس جلالة الملك ممكن يوصل إلى دور قبل النهائي إذا تجاوز المنامة طبعاً. الهجمة الآن خطرة هذه لي تسديدة حظ، الله جول، هدف جميل وهدف رائع جدا 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 من ريكاردو، هدف التعادل البدعاوي. الله 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 الله، هدف جميل جدا في المقص في المقص، وبالتالي هدف التعادل للبديع. وترى أخطائهم نفسها ما تغيرت وشكلها بتطول عشان تتعدل. قاسم أحمد، لا تزال خطرة، تتهيأ، جول جول جول، مشعل الشمري، مشعل الشمري بيسجل ثاني أهداف سترة. جول ستراوي، جول ستراوي، مشعل الشمري هدف ثاني. الله بذل فيها مجهود. الأغلاط لاحقين، ركز الدفاع لاحقين كابتن. لا أي، لأنه إحنا لا تنسى إحنا ناقصين أربع لاعيبة أساسيين بيكونوا موجودين إن شاء الله وبيتغير الفريق. اثنين محترفين إن شاء الله يوصلوا بكرة، وفي بحرينيين، لأنه ما تعرف في فترة الانتقال صعب كثير إنك تلاقي لاعيبة. حتى الأندية اللي اتصلنا بها يعني أكيد بيقول لك انتظر شوي خليني أشوف اللي عندي، وبعدين للحين ننتظر بعض الأجوبة على الأندية. سترة بالفوز رائع ويضيق الخناق على الرفاع. واقفة ست لاعبين من يعني ما استفدنا منهم في فترة الواقفة ويا المنتخب، بس راجعين بمدرب. تعذر؟ لا ليش اتعذر، بس انا اشرح لك الاسباب، ما قلت لك انها هي عذر. عندنا مدرب جديد وان شاء الله خير، تامل فيه خير، متاملين فيه خير. فاروق اليوم شيء حلو لما اشوف الرفاع بدا يشتغل على المحترفين صح، وشكلنا اخيرا بنقول الرفاع يا محترف صح، يا محترفين، لكن للحين ما بينوا، ان شاء الله يبينهم في المباريات القادمه لان ما اخذوا وقت كافي. الحمد لله، يعني يمكن محترفين اللي قبل ما 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 كانوا بالشكل المطلوب، الناس ما تقول واحد، ان شاء الله ان نتوافق في الجايين. لازار عندنا، لازار يعني شايفينه ولاعب في الدوري البحريني. ما توقع يحققون كلمه الشيخ خالد يوم قال ان اول ملف وقت اشتغل عليه ملف المحترف. بالضبط، الشيخ خالد ما قصر سعه في الموضوع. الشيخ عبد الله، الجناحي، القعود، كلهم يد واحده مشتغلين على الموضوع، وان شاء الله نتامل خير، وان شاء الله نتوافق في الموضوع. فرعت ترى يا لاعبين يد الشرقي، بالعكس حاله من حال اي فريق، حاله من حال اي فريق الشرقي. يصير بفور ليش في منزود إيه؟ والنعم فيهم الشارقي، بس حالة من حال أي فريق، حالة من حال سترة، محرق الخالدية. شلون الشارقي حالة حال سترة؟ أنا في كل لقاء أقول لك أنا أدش ما عندي داش فريقي أبي أفوز، لو من يكون الخاصم أبي أفوز، أبي ثلاث نقاط. ما يهمنا الفريق، ما نشوف شيء اسمه الشارقي. من الشارقي؟ الملعب يحكم. إذا إحنا حالنا حال سترة، كل احترام حق نادي سترة والتقدير لهم، بالعكس بعد ما اجتهد نادي سترة،
احنا بعد مجتهدين الملعب اللي بيحكم اليوم ان شاء الله. والله تشوف هي مو الشرقي حاله من حال ستره باحترام الجميع الانديه بس ما في حق الرفاع. لا والله بالعكس الشرقي فريق ما شاء الله يعني عنده نجوم وايد والستره بعد صراحة ما نبخص بستره ستره بعد فريق ممتاز فكلام الرفاع ما اخذ علي انا ترى كل فريق ولا مباراته. الفريقين الشراره بينهم موجوده بس في سؤال لازم للشرقي ينسأل. تروك كان ميعود قبل لا يمشي كان في لاعبين كان يبي يمشيهم من ضمنهم كانوا عبدو عنابي فيصل عبد فصل ابراهيم. اليوم خلينا نقول ما تروك حقق اللي يبي مشوا هاي اللاعبين بس ليش في الصيف ما وافقتوا له واليوم وافقتوا. We need to analyze what was good in the past season and what was not good in this season. So for that's why I try to explain that if we have power and we have possibility it's good to improve little our group of players. This was work. All the decision about these guys was in the benefit for our club. And I can't comment more. You can ask my sheikh or the idara. Because again, if you want to bring player, you need to let some players to go. والله شوف شو أقول لك عبد الله في الصيف صارت أمور. شوفنا إحنا احتياج المدرب طلب عشان مجلس الإدارة عنده رأي ثاني طبعاً في أمور عقب صادتنا بعض الظروف يعني الظروف أرعى. داخل النادي صار بعض اللاعبين لازم تمشي لا بعض اللاعبين ليش يعني الظروف تخلي لازم بعض اللاعبين سوا واللاعبين عشان يمشون يعني بدأهم كان زين بعض النادي كان زين. والله يسلمك احنا تدرون كلكم نادي رفع شرقي يمشي على ميزانيه محدده نمشي بميزانيه فيصل ابو دهوم واحمد عبد النبي اللي قدموه حق نادي رفع شرقي اكثر من اللي انا قدمته فبس كره القدم يعني الزمتني بدي الشيء الزمتني بدي الشيء مودي. لا قلت لك هي فيها انت نفس ما قلت بدات مع سمسار وما صارت الاشياء اللي طلبها في مجلس اداره في لجنه فنيه في لهم راي بس الحين ارتئنا ان نحتاج تعرف احنا في قدم شوي وضع نكون صريحين ويا بعض واحنا جراب من بعض الموضوع موضوع مودي مشيتوه في امور شوي مودية متعلقه كانت يعني كانت اللاعبين هذه هي اللي بتاثر لان عارفه يعني وداهم ويا نوبي رواتهم قليله حمد دوسري راتبه عود ومشي اوكي بس هاي رواتهم قليله. والله في امور يعني شو اقول لك عبد الله ما نقدر نتكلم في امور داخل النادي بس في اسباب يعني نحتفظ فيها هي عشان نقدر نعدل الفريق ونوازن حق القسم الثاني وندش بقوه ونطلع من الوضع اللي احنا فيه يعني كنا لازم نسوي كذي. نعم ميزانيه هو يعني كلها اللي تشوفه ذي بميزانيه محدوده. لان السبب الشيخ انه في الصيف كان متروك بيشيل لاعبين معينين ومن ضمنهم في اللسته كان بوداهوم واحمد عبد النبي واليوم قبلت غير صحيح ذا الكلام. هو قال بشيء متروك في الصيف لا 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 غير كلام غير صحيح ذا الكلام اللاعبين بعودهم ويبتهم من عندي انا القرار عندي يعني سمعت كلام متروك اللي قاله في الصيف لا ما متروك ما كان موجود في الصيف في اثناء ذي الفتره متروك يا اما يمشي هو يا اما يشيلون ست لاعبين وانتم قررتوا انه يمشي هو مو بكذي هي ميزانيه الله يسلمك انت الحين اذا بتشيل مثلا مدرب بتجيب فيه لاعبين شو الافضل لك شو الافضل لك ايب لاعبين ولا شيل مدرب ما فريت راسك ايب مدرب ولا ايب لاعبين سؤالي واضح يعني الحين هالميزانيات بدهم بعد النبي هل هي اللي بتدمر القضيه انا بشرح احنا خلصنا الميزانيه بطريقه ما تتخيلها اللاعبين اللي موجودين اللي في الملعب تكلمنا وياهم ونزلوا من رواتبهم دعما لنا بطلب مني تكلمنا ويا بعض اللاعبين وهم اللاعبين قالوا احنا كلاعبين بننزل من مخصصاتنا الشهريه دعما حق مشروعنا الرفع الشهري فأنا أقول لك عندنا تغليص عام في الميزانية. الشيخ هاي كلام يدير اللي قاعد أسمع. أكهم اللي أنا بيسأل. سألهم بسأل عشان تعرفني بسأل كل شيخ لا ما قصروا ولا لا. والله ولا لا. لا قصروا. ولا لا قصروا راتب. صراحة ما أعرف. الشيخ قال أن خفضوا الرواتب واللاعبين قالوا لا لكن بسألكم. يصير اليوم اخفض رواتب وكل ما اشيل لاعب محلي ايب مكانه لاعب محترف هل يعقل في شيء غريب في الموضوع وانتم خمنوا وحكموا وقولوا لي ايش رايكم. وحين مع ديربي الرفاعي وبنشوف المباراه مكتوبه لمين. الشرقي مع الصفقات الجديدة يبي يثبت انه راجع. فلافيو رجع حق هوايته اللي هي التضييع. هذا هاي حاله.
الكف محرك بعد شوي زين احنا شوي اعتبس وايد. هل الشرقي في الصفقة دي ما عرف يختار ولا الشرقي نقدر نقول انضرب في ذي الصفقة؟ والله ما انضرب ان شاء الله في بعد بيطلع ان شاء الله على اللعبة الاصلي في اوروبا لانه تو ابتدي اول ما تاقلم على الفريق فان شاء الله في المباراة الجاية ان شاء الله بتشوفون ان شاء الله. هي فرصة واحدة ضاعت لكن وراها فرص بالجمل. هذا الشوط وهذه كرة فيها جول وين؟ لا زالت خطيرة. اياد يظهر مجددا ويبطل مفعول كرة رفاعية في الكرة الماضية وبالتالي ضاعت. تمريرة وقيني خاطئة للربيحي يخطي المرمى الربيحي. توفيق انا اسميه يعني الفريق لم سوى كل شيء كل حلول هجوميه شفناها تبي بالعمق تبي عن طريق الاطراف الفريق قاعد يقدم مباراه كبيره الصراحه بس انه سوى توفيق الصراحه قاعد يخذلنا في المباراه مثل ما يقولون. الرفع مع المدرب الجديد زينين وايد خطرين. يحول فيها كره الى مصلحه هزاع وعرضيه وخطيره وجول. لا 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 الرفع اليوم غير بس الشومي ضيع فرصه ما تضيع. صح الرفاع اليوم شفناه منظوم غير من زمان ما شفناه بهالمنظوم ومدرب حط بصمته بس كرة هالشومي ما توفق فيها بس صدق ما تضيع يعني ما تضيع بس ما توفق فيها. عاد لو بنقول لا ولا وما بنخلص ان شاء الله ان شاء الله نعوض في المباراة الجاية. واستمر تضيع في الشوط الثاني. وين يا الرباحي وين 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 وين؟ المباراة متجهة للتعادل خلاص والفريقين بيطلعوا متعادلين ومتروك سوى تبديل على هالأساس. يا جماعة الإنصاف في كرة القدم فقط مقولة وعمرها ما كانت قانون معترف فيه. منطقة الجزاء الرفاع يهدر الفرص والرفاع الشرقي يعاقب في النهاية. الرفاع يهدر الفرص والرفاع الشرقي يعاقب في النهاية برأسية قاتلة برأسية قاتلة برأسية قاتلة. الرفاع الشرقي يكسب الثلاث نقاط من الكرات الثابتة من بس تبديلات متروك دفاعيه شلون سواها وفاز. The coach is disaster. He make very bad changes. The coach is the problem. I play too much defensive today. Mr. Football is points. Football is the suffering. You need to suffer to win points. Who's coach is disaster? You're me. I am the very bad coach. So but I'm happy for my players because today they show amazing spirit. They show they have big heart to don't say what they have big. And I am very happy for them. I wanted to say for you congratulations in your first game. I wanted to say for you congratulations because you did every small details in football. You played good, you created chances, you missed a lot of opportunities, but at the end, football, either you score and win, either you lose. Yeah, the football is like this. We create chance, we play very well. كرة ممتازة. والله يعني كرة القدم أهداف هاي اللي نعرفه. هاي اللي أعرفه أنا يمكن على خبرتي المتواضعة كرة القدم أهداف. متواضعة خبرتي. متواضعة. But I am happy with the team because we were small things that today we do. But the football is. مدرب الرفاع فرحان بالأداء. ولكن حال لسان كل الرفاع ان اداء بدون فوز ما يمشي والديربي اكيد تعرفون ان ابتسم للشرقاوية. سامح
بس الكلاسيكو بيكون المين. وتعال صج، هل اصلا لحين اسمه كلاسيكو؟ هل مباراه محرك والاهلي لحين بهالقيمه؟ شوف الكلاسيكو كان يتميز بالحضور الجماهيري. قبل لما تسمع مباراه الاهلي ومحرك توقع الملعب تقريبا ما نقول فل، يعني ثلاثة أرباع موجود. اتمنى اليوم يكون الحضور جماهيري هو اللي يعطي انطباع ويعطي يعني روح للمباراه. فالحضور الجماهيري هو اللي يعتبر النهايه كلاسيكو او لا. هذاك اول اذا تشوف يعني ما تطلع المباراه اقل من هدفين ثلاثة اهداف، غير الجمهور يعني يملي الملعب وتشوف يعني مثل ما يقولون في الملعب روح قتاليه اكثر من ذي الروح الموجوده الحين. بصراحه سابقا قبل يعني المفروض نفس ما قبل يعني سابقا كان الكلاسيكو قوي، فما زال انه قوي يعني صاير يعني في نظري ما زال قوي يعني ان شاء الله يستمر الدوري يكون في مستوى احسن واحسن ان شاء الله. لو محرق التسجيل لهم من البدايه صار هوايه. البشري هنا سفيانو، يا سلام هشام بن حدوش، هشام بن حدوش يضع الكرة داخل الشباك ويسجل أول أهداف في المباراة. يا سلام يا سلام يا سلام على المحرك ويا سلام على بن حدوش، وهنا فرحته هشام والتفاعل الجماهير هشام والتفاعل. ولكن اللي منه مستغرب أن الأهلي دائما في البداية ما يكون مصحصح. بالضبط هذه المشكلة الذهنية، يعني أنا أبى أوصل رسالة إذا بيخلون المقابلة للجهاز الفني والإداري، ترى الفرق اللي تحتنا بدت تصعد، ترى احذروا منهم، يعني مو نفزنا كم فوز وتالي خلاص، يعني إحنا المفروض على مستوانا ننافس، يعني خصوصا في الأشواط الثانية الأهلي اللي يلعبها يكون واجد ممتاز، يعني فليش نلعب شوط الأول سيء؟ أشوف فيه لداعي يعني. أكيد شعار الأهلي يحتم عليك أنك تتواجد في المراكز المتقدمة يعني، ولكن أنت لا تحط في الحسبان أن الأهلي في سنوات طويلة كان يصعد وينزل يصعد وينزل، يعني صعبة أنك تجي في موسم موسمين دايرك بتروح في التوب، لا إن شاء الله تدريجيا، وأتمنى هالموسم يكون مغاير عن المواسم اللي راحت. وأمانة إحنا متفائلين، وللحين الفريق قاعد يتطور وبيتطور بعد أكثر إن شاء الله. الفريق فعلا قاعد يتطور وما حد ينكر هاي الشيء، ويا جماعة الأهلي في هالمباراة قاعد يرجعنا وذكرنا بأهلي زمان. فيها تمريرة لباقر وفيها تغطية من عمر، باقر عصفور بشكل رائع، فارغاس فارغاس فارغاس، أوه ما زالت مستمرة الفطور معها أي جانبية بشكل سريع، تصل هنا لمدن، هنا تقدم مدن، هنا محاولة مدن، استلام والتسديدة والخطورة، ووليد الحيام بمد والأرتيب بجانب الحشاش، نواف الكرة معاه، هنا الكرة العرضية، هنا أرتيب راسية، ما زالت مستمرة والخطورة والتسديدة، لا 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 ضاعت على الأهلي. والسيء عنده لهم كلام ثاني وكأنه يقول الأهلي انت راجعين لزمان أول، لكن زمان اليوم زماني. اللي صدهم سيء خبرة وقادر سيد، يعني الله يعطي الصحة والعافية، يعني أول شيء هو يعني من خيرة الحراس في البحرين، الحارس الأول في المنتخب، حارسنا الأمين، يعني قادر سيد. أكيد شيء طبيعي، يعني سيد المرمى سموه ما سموه عبث، يعني سواء كان في الفريق أو سواء كان في المنتخب، يعني حارس يعطيك سموه مامون في الجول فترتاح إذا تشوفها في الجول. السيد مو أنا اللي أتكلم عن السيد أو أقول إن السيد هو رأي شيء، الناس كلها تعرف من السيد. يعني بعد وايد محاولات الأهلي مالهم اللي ينطرون خبر من النيران الصديق. خطوره من لديه تاريخ لابد أن يعود، ومن لديه ماضي لابد أن يرجع إلى المباراة، يرجع إلى المباراة والنصر الأهلاوي والتعليق بالتعادل التعليق. ويعطي الهدية للأهلي
وشفنا وليد من بعد الجول نزل لهم اعتذار. الفريقين خلصوها حبايب. وتبقى قمة أخيرة بين فريقين الأفضل في الآونة الأخيرة. لكن وين يلعبون؟ على ملعب ما حد يأيد أن يلعبون فيه. أنا استغربت للأمانة قبل لا تجيني بدقيقتين أنا أتكلم معهم عن ذي الموضوع. يعني هي قمة الجولة زين، وتنلعب على ملعب الأهلي، يعني ملعب الأهلي المفروض ما يحتضن مباراة مثل ذي. يعني أنا استغربت مباراة يمكن الحد والبداية كان الأفضل أن يبونها هني ومباراتنا تكون هناك. فأنا مستغرب من في قرارات يعني صراحة تستغرب لها يعني، بس في النهاية أنت لازم تأقلم معها بعد تسوي. مو بس ما أدش العقل، الغريب في الموضوع أنه قبل أن نروح كأس الخليج أنا أشوف أنا قلت الملعب لهم عليهم ولنا وعلينا، ما عندنا أي مشكلة نلعب حتى في ملعب 6-6 بنلعب ما عندنا مشكلة. بس حق جمالية الدوري، حق الإنارة أشوف ظلام، حق النقل التلفزيوني، إحنا قبل أن نروح كأس الخليج لاعبين على ملعب محرك، ملعبكم من أروع ما يمكن، 3 أسابيع غبنا ردنا للحين ملعب محرك مجهز، شلون؟ مسؤولية مين؟ هل هي متابعة؟ ما أعرف صراحة مسؤولية مين، بس يعني فريقين والله يأثر على جمالية الكورة. يأثر إحنا بنسوي مقابلة مو بعارفين نفترى أي صوب، لأن والله لأن يعني صراحة حتى لون الحشيش ما يشجع، ظلام ما تشوف يعني. مهدي تعور في هاي الملعب وقال إنه ما بيلعبون عليه مرة ثانية، إصابته كانت قوية الإصابة ما قدر يرجع له، الحين ما زال يلعبون عليه. عبر في أشياء قاعدة تصير إحنا مو بعارفين شنو أسبابها، ولا عارفين من اليوم قاعد يأخذ غارات، ولا عارفين ش الموضوع. أنا يعني بطرح شيء يمكن ما طرحته من قبل، بس أنا الحين بطرحه لك. إحنا الجولة الأخيرة اللي لعبناها مع محرق، هذه ما كانت مفروض الجولة تكون موجودة، كان مفروض كاس الملك. الجولة انشالت، كاس الملك انشال، انحطت الدوري بدون ذكر أي أسباب، بدون توضيح أي شيء حق الأندية. هذه اليوم انت قاعد تضر مصالح أندية، قاعد تضرنا اليوم احنا كنادي. احنا اليوم تعاقدنا مع مدرب دليبور على اساس ان مباراة محرك بتكون عقب توقف، المدرب عنده وقت انه يشتغل مباراة صدارة، وبالاضافة منافسينا اتكلمك بصراحة المحرك والرفاع ومنامة وسترة هاي التوب كاس الملك بيلعبون، فالفريق اللي بيطيح منهم في الكاس معنوياته بتكون تحت، صح. بيفيدنا احنا كمنافسين. فاليوم ان انت تي تحط رزنامه وتحط كاس ملك وتي تشيله تحط مكانه دوري بدون اي مبرر، وكالعاده اذا بيقولون لك سوزا اللي قايل، انا ادري انه مو هو، بس انا اقول لك لو بيقولون سوزا بس خلوا سوزا هو يصير ايش اسمه استاجه مسابقه. اي فانا هذه وايد علامه استفهام، واتمنى توضيح هاي يعني يا ابو عبد الله. لا يخاط يعني ما تكلم عن يخاطبون، انا اتكلم انت اليوم عطني سبب مقنع حق ذي الشيء ان انت تشيل 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 دوري وتشيل كاس وتحط دوري. هل هو يعني ما بحط في ذمتي، ما بدش في النيات، بس ما اقولها اقول لا ما بدش في النيات انا لان في النهايه يمكن بكره يعطوني جواب يقنعوني فيه، بس انا ابي جواب. احنا نبي جواب ليش هاي الاشياء قاعده تصير. مو فنيات تقول في كلمه بتقولها. لا يعني ما بقول لك ان في تدخل في في في, في عمل لجنه المسابقات، لان اذا في تدخل طامه، واذا ما في تدخل اوكي خلي يشرحون لنا السبب. انت حطيت رزنامه ليش تروح تشيلها؟ هل يعني هل لي حق في ذي الكلام على الاستفسار ذي؟ لك حق تستفسر. انا اليوم لعبت ويا فريق منافس مع محرق في وقت انا مدرب جديد، وانا باني على انه كان في جوله كاس، انا برا الكاس. بالاضافه اليوم سقوط احد من الغريمين الرفاع او المحرق راح ياثر على معنوياته في الفتره الجايه، ياثر على شغله في الانتقالات الشتويه. سقوط احد من الستره او المنامه راح ياثر عليه. ف ما اعرف يعني ما عندي نو كومنت يعني. صدق عبد الله نفس الشيء اليوم قاعد يصرفون للمنامه، المفروض المنامه كان يلعب امس، أصلاً عند اليوم مباراة آسيوية في السالة، أصلاً جماهيره ما يتشتتون بين الفريقين. اليوم المنامة قاعد يخسر جمهوره بسبب نفسه. والله ما أدري الخطوة تأخذوها الاتحاد بدون ما رجعون لنا،
مباراتنا كانت تاريخ 22 سويتها 23. يمكن هم خذوا على قرار ما ادري ان لاعبين المنتخبات اللي كانت مشاركه في بطوله كاس الخليج تاخرت، فاعتقد ان نادي الخالديه عنده لاعبين فارتوا انه ياخرونها. احنا ما عندنا مشكله مع التاخير، بس مشكله ان يوم اخروا ما رجعوا لنا ان بناخر المباراه يوم واحد، اساس احنا كنا نقول لهم ما علي لو بتاخرون اخروا يومين او ثلاثه على الاقل احنا نحضر مباراه كره سله. مباراه كره سله عندنا مباراه مهمه، بطوله خليجيه اسيويه هي. ف كتبنا لهم رساله على ضوء الرساله ان احنا نبي ناجل او نقدم، ما حرد علينا صراحه، ما ردوا علينا لا بي ولا بلا، وحضرنا احنا المباراه. الغريب ان الاتحاد يطالب بالجمهور لكن اهم بنفسهم وبقراراتهم يشتتون الحضور. انا ما هي علامه استفهام احنا نقولها، ف ما عندي شيء اقوله. لا علينا احنا اليوم بنقدم في الملعب، وجماهيرنا هم اللي قاعدين يكتبون كومنتات ويكتبون ليش الاتحاد ظلامنا. ما اقول يعني قرار الاتحاد كره السله، يعني كره السله من زمان يعني كان معروف التاريخ كم، يعني الخدم بامكانهم المحرك على نادي المحرك في مبارتين، شلون المباراه الثانيه احنا لعبنا على المحرك نخلص من السله ونروح حق الخدم. يعني هاي التاثير يعني حق الفريق، يعني الخدم محتاجين لجمهور والسله محتاجين لجمهور، والجمهور السله والسله قاعد يمثل مملكه البحرين. ونشكر يعني اذا صار هالخطا مره ثانيه ما يصير هالاخطاء لا حق فريقي انا ولا حق انديه البقايا. مره تصير ثاني مره، يعني المفروض كان يكون تنسيق افضل من كذي. هاي ثاني مره في شهر، يعني اوريدي دورينا كله يوقف، ويعني ما كان مباراه مهمه. للعلم ترى الجدول مال البطوله الخليجيه من 15 و16 قبل، يعني مو وديد اللحظه، من فتره المفروض يراعون ظروف منامه. والاتحاد ما يبي جمهور يحضر شكله. والله هي المباراه غريبه وشكلها ما بتعدي على خير. قلت لكم ان البدايه هذه عرفها زين. اليمنى خطيره عند احمد الان، محاوله انطلق. شلون ما تنحس البلنتي؟ احد يفهمني. والله كان البلنتي يعني هي بما انه الحاله راح تظهر، اذا ظهرت الحاله كبلنتي طلعنا، اذا ظهرت كبلنتي فنحن معيب، يعني متغيرات كبيره كانت بالشوط الاول. نحن عملنا كل شيء اليوم بالمباراه. اعتقد اليوم شفنا امور غريبه تحدث في الملعب. بونافور ما كان جريء ولا اللاينزمان كانوا جريئين. أتوقع أن يحتاجون الجرأة ويحتاجون التركيز في الملعب. قرارات استغربنا منها إحنا، ولكن يعني مو جريئين، ما كان جريء في المباراة بونافور. يعني خوف يحسبه بالضبط، شنو خوف ركلة جزاء واضحة. وهذه كان أول قرار، لكن المنامة عندهم مهدي عبد الجبار. يا عيسى موسى يلعبها، الله، الهداف دائما وابدا على الموعد، مهدي عبد الجبار يتمكن من تسجيل هدف التقدم بالنسبه للمنامه. لاحظ امامك مهدي عبد الجبار، هنا الاعاده، هنا الراسيه، والهدف الجميل من جانب مهدي عبد الجبار. توني كنت اتكلم والخالدية توقعنا أن بيتحسن الأداء، لكن عاكسوا جميع الآراء. جول، أوه جول جول، ولكن لا لا لا، خطأ خطأ خطأ، هنا يحتسب محمد بونافور. هل كان فيها خطأ في اللقطة الماضية؟ هل كانت اللعبة فيها خطأ؟ انزين، اللعبة اللي فاتت قلنا يمكن سهل حكم وما حسبها، لكن هذا الجول ليش ما حسبه؟ ترى اللاعب شوت الكرة قبل لا يوصل حق شبر. يا جماعة ايش قاعد يصير؟ لا تسألني، انا بقول لك لو لا تقطع كلامي، لا تسألني عن الحكم وشنو كان مستواه وش سوى، لأن مدربنا المباراة الجاية موقف، فأنا ما بتوقف بعد، لأن اللي صار غريب
غريب، انا ما ابي اتكلم عن القانون، بس انت اليوم ما عندك فار، على اي اساس تلغي هدف؟ هدف الثاني هدف صحيح، تردد في قرارات، في كم من لعبة ما كان جري، ما كان يقدر يصفر الكلام. شفت الإعادات وشفت، انت متأكد من كلام؟ اكيد اكيد اكيد، يحتاجون حق الجرأة في مثل هاي المباريات. ليش المساعد الاول ما تكلم مع الحكم في لعبة البلنتي وفي الجول اللي سجلناه واللي تكنسل؟ يعني لا يكون لا انت لا 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 يكون عندك مكيالين، لا توزن على مكيالين. اذا انت تشوف ان اللعبه فيها شيء، احنا لنا ثلاث اربع لعبات نفس الشيء واضح. والجول اللي يابل، يعني الحارس طاح الكره من عنده، مو اللاعب راح شات الكره ويا اللاعب ويا الحارس، يعني هاي شيء معروفه. بعد الحكم هو اللي يقرر، انا ما اقدر اقرر ولا انت تقدر، بس شيء في قانون يعني للاتحاد. انا ما اقول مباراه المنامه، اقول كل المباريات لازم الحكام عقب المباراه يصيدهم استاد التحكيم، يقول لك انت هاي كان خطا مالك وهاي خطا مالك هاي خطا مالك. كمغير متغيرات كبيره كانت بالشوط الاول، نحن عملنا كل شيء اليوم بالمباراه. لغلك بعد هدف صحيح، هلا شو تبغاني انت؟ هل لغلك مني انا بالنهايه يعني. وبعد اقول لكم هذه ثاني قرار ان شاء الله ابتسامه طول يا كابتن، بس اليوم ما اعتقد بشوفها بعد. والشوط الثاني بدأ بخطأ متكرر. أيمن الحوزي لا زال في منطقة الجزاء، واحد على واحد، عدى فيها اللعبة، التسديدة ممكن فيها جول، جول! سجل الخالدية هدف التعديل حديث الولادة، ولكن كبير قوم الخالدية يسجل هدف التعادل في هذه الأثناء. للأسف يعني هلأ برجع بكرر لهم، هم لاعبين اليوم لازم يوم بعد يوم يثبتوا لأنفسهم أنهم لاعبين ليفل عالي. هاي أخطاء ما بيعملها الليفل عالي، أنك تفقد تركيزك بجزء من المباراة، مثل ما دخلنا الشوط الأول بقمة تركيزنا. وأنا بتحمل طبعا العشر دقائق الأولى، بما أنه الفريق ما أدى مثل ما أنا خططت فأنا بتحمل المسؤولية. شوف عبد الله، احنا في النهاية ترى نشتغل على الأمور ذي كلها في التمرين، هي موضوع تركيز. انت تفقد تركيز في ثانية واحدة، الشغل اللي اشتغلته في التمرين كله يروح. من كذي احنا دائما ننبه على اللاعبين ونشدد عليهم انهم يركزون 90 دقيقة، المباراة كلها 90 دقيقة. وعلامات الاستفهام شوي شوي تزيد. هذه طرد صحيح وما فيها أي نقاش، شلون الحكم ما حسبها لا تسألوني. اسمح لي اليوم يا علي عاشور، باخذ منك هالمقولة، مهدي لديكم لا خوف عليكم. مهدي عبد الجبار يسجل ثاني أهداف المنامة ويتقدم لصالح المناميون بهدف ثاني مفاجئ بعكس مجريات هذا اللقاء. مهدي عبد الجبار، أمثل هذا اللاعب لا يستدعى لمنتخبنا الوطني يا هيليو سوزا. مهدي الفريق كله مهدي. الفريق كله مهدي بدون أي استثناء، كل الفريق قدر. مرة تقول مهدي سوبر؟ مين؟ مهدي مو سوبر، في فرق كبير بهيك، اللي هو سوبر ستار. قلت لك يا كابتن هيثم، اتمنى اشوف الابتسامه تستمر، لانه عارف انها بتنفعل. ليش ردك الحكم؟ ايش سويت؟ اخطات. ايش قلت؟ ما قلت، ما بقول انا بالنهايه. انا رجل الحمد لله، اهلي تعبوا علي يعني، فما بسيء لاهلي يعني، بس انا شو تسموها انتم قاروره الماء يعني. اخطات بالنهايه، بس حق الطرد يعني. ومن بعد الطرد المنامه ياب الثالث. يا سلام يا الحلاق إلى مهدي عبد الجبار، معها الكرة مهدي، انطلاقة الحلاق، تقدم مهدي عبد الجبار، دخل إلى عمق الملعب، لا زال انتظر إلى خليفة، سدد، يا الله! يا سلام على هذه التسديدة الرائعة!
الجميلة القاتلة المنامة بالثلاثة يضرب الخالدية. لكن تم الإلغاء بتدخل المساعد. والحكم ما حب يكمل المباراة إلا بعد طرد واحد من الجمهور. على هالحادثة عندي تعليق. يا جماهير احنا نطالب بوجودكم لكن ما يسمح لكم احتجاجكم ان تغلطون على احد. احتجوا لكن بطريقة سليمة، لان الاحترام في كرة القدم واجب وشيء تعلمنا عليه منذ الازل. وهاي الحالة الرابعة والاخيرة، بس اقدر اقول وبنسبة كبيرة الحكم موفق فيها. قبل انتهاء القسم الأول الجمهور كله متحير، الدور المين بيكون؟ مين اللي فيه بيفر؟ وليه ما الملامح تبين؟ بيبقى هذا المختصر، لكن نقطة في بحر.